كده مرعوبين الدكتور صلاح هو اللي هيكمل باذن الله هنكون معاكم لحد الاخر وان شاء الله هنخاطر الامتحان مع بعض وان شاء الله نروح نقول كده في سنه 5 باذن الله. حلو ده احلى خبر صراحه لحد دلوقتي. المره اللي فاتت كنت مصدقه ان احنا شرح الكنترول انديكيشن بس بعد كده هعمل open extra.
اكستراكشن او ترانس البلر اكستراكشن. شايفين السنة هنا فيها ايه؟ لونها متغير؟ طب متغير ليه؟ نون فايتال. كتير هيجيلنا بيشنس بالمنظر ده اتخبط في السنه تمام؟ او عمل اندودونتك تريتمنت بس ما عملش كراون بعديه. فبيكون المنظر اللي احنا شايفينه ده سنه واخده البراون ديسكولاريشن. معنى ده ايه؟ معناها انها نون فايتال. معنى ايه انها نون فايتال؟ معناها ان اول ما حمسكها بالفورسبس هتتكسر. يبقى كل الديسكولر تيل تمام؟ اللي انا قلقانه من الفايتاليتي بتاعتها احسن ان انا اعمل فيها اوبن اكستراكشن. ايه اللي احنا شايفينه هنا؟ سنان كان متعمل لها ايه؟ ريدكشن والبيشنت كان ناوي يركب بريدج عليها تمام؟ بس هو غير رايه مش هيركب البريدج. السنه دي هعرف امسكها بالفورسبس؟ كل مره حاجه امسكها بالفورسبس هيحصل ايه؟ هيحصل سليبج هيتزحلق مني. يبقى من هنا في الاول صح ان انا هحاول بالفورسبس بس بعد كده احتمال كبير ان انا هعمل ترانس البلر اكستراكشن. الابر واللور ايد كميه الفاريشن اللي موجوده في الروتس بتاعت الابر واللور ايد لا تنتهي تمام؟ وبالتالي ببقى انا عامله حسابي صح ان انا هحاول بالفورسبس بس احتمال كبير السنه دي تتكسر او الروت ده يتكسر فاحتاج ان انا اعمل ترانس البلر اكستراكشن. اللي احنا شايفينه هنا هايبرسيمنتوزس. معنى ايه هايبرسيمنتوزس؟ يعني ما حضرتك تصور اكس راي وتشوف فيها كميه الهايبرسيمنتوزس دي معناها ايه؟ معناها الريزيستنس عاليه قوي، يعني محتاجه مننا فرصه جامده علشان نخلعها، ونتيجه الفرصه الجامده دي ممكن السنه تتكسر. فنتيجه الهايبرسيمنتوزس ده انا هفكر انا صح هحاول الاول بفورسز بس بعد كده احتمال البدا الفونت البدا اكستر. هنا احنا شايفين ايه؟ الروت اللي هو السبيلي كيرف ده اسمه ايه؟ دايت لاسريتد روت. السيرفير كيرفيتشر دي وانا بخلق احتمال كبير الفراكشر يحصل هنا ويستناني الابيكال 1/3 بدل ما اعمل كده واقعد عارف ان انا اطلع بعد كده الابيكال 1/3 ده من الاول انا ممكن افتح فلاب واشيل التوز دي. انفكتيز اكيد عندنا فكره عن الانفكشن. انا عارفه ان احنا هناخده ان شاء الله من ضمن الشابات اللي احنا هناخدها الانفكشن بس اكيد شفتوا اكس راي انفكتيز او اكيد احنا كلنا في سن ان احنا عندنا انفكشن تمام. طيب الانفكتد تيز دي هل ينفع ان انا اشيلها بفورسبس؟ لا. ليه ما ينفعش؟ مش هتعرف تمسكيها. ليه مش هتعرف تمسكيها؟ صعب لانها كلها ايه؟ كلها انكلوزد اوف البون. البون مغطي عليها محتاجه ان افتح واشيل كميه البون دي شويه علشان اقدر اطلع الدوس من جوه صح؟ لما البيشنت ده حصل له فراكشر في الانجل بتاعت الماندبل كان ايه موجود في اللاين اوف فراكشر؟ الايه؟ اشيل الايه ده ولا اسيبه؟ اشيله طيب اشيله علشان انا الاول احنا هنعالج الفراكشر ده ازاي؟ ها؟ اي فراكشر في الدنيا بتعالج ازاي ولا ايه؟ قرب البن بقى اي حد ايده اتكسر رجله اتكسر ايه؟ هنعمله فيكسيشن. هنعمله فيكسيشن بايه؟ بليت صح بليت. يعني انا عاوز اركب في الجزء ده بليت. طيب التوز دي مش مضايقاني قوي لان اكشولي البليت انا هركبها مطرح السهمين دول فالتوز دي مش واقفاني في المكان بتاع البليت. بس استنى السؤال التوز دي هشيلها ولا اسيبها؟ طيب اللي هيقول اشيلها هيقول لي اشيلها ليه واللي هيقول اسيبها هيقول اسيبها ليه؟ اتفضل. تمام بس انا دلوقتي سؤالي قبل ما اعمل الفيكسيشن اشيلها ولا اسيبها؟ هتسيبها. طيب الدكتور قال هيسيبها. ها مين وافق الدكتور في القرار بتاعه؟ اثنين بس؟ هنشيلها حضرتك مع هنشيلها ليه؟ طب ما ممكن يبقى السيجمنتس ابروكسيميتنج ايتش اذر ومفيش عندي ريزيستنس وهي موجوده في النص مجرد ان انا هركب بليت. ليه افترضت ان انا عندي ديسبليسمنت للفراكشر سيجمنت؟ ممكن تبقى دكتور ممكن تبقى ويك لينك ويك علشان؟ لانها ممكن تبقى تبقى انتجريتد مع البون عادي لكن في كراون في الروت شكله المفروض هتستنى نفسها ك 3 دي اوبجكت بس ده حاجه طبيعيه وربنا مش هيعرف فيه
يعني دي حاجه مش ديفكت في الـ بس هو البون كان سليم ساعتها، لكن لما بيحصل هيل هتبقى تقف عقبه يعني. بعد كده لو حاجه مثلا خبطت في الجو هتتكسر عندها برضه. خلينا واضح لكم النقطه دي، اللي قال هنشيل التوز دي صح، واللي قال هنسيبها في مكانها برضه صح. تمام، احنا عندنا هنا تو سكولز. لو سنه اللي موجوده عندي الفراكتشر سيجمنت مش مضايقه الفراكتشر سيجمنت في حاجه، تمام، يعني كوني ان انا اشيلها هروح عامله ايه؟ هبتدي احاول اعافر عشان اشيل التوز دي، صح كده؟ ايه اللي هيحصل في السيجمنت دول؟ هيحصل فيهم ديسبيسمنت. طيب هو الديسبيسمنت اللي حصل صعب ان انا ارجعه تاني واعمل الاينمنت تاني. الدنيا في الاول كانت منظمه وكانت كويسه. بمعنى ايه؟ لو التوث اللي موجوده في الفراكشر لاين مش مضايقه السيجمنتس دي في حاجه، تمام؟ وعامله بروبر الاينمنت للسيجمنت ثبت وسنه موجوده. تمام؟ لو السنه اللي موجوده في الفراكشر لاين مضايقه التو سيجمنتس دول وعملهم ديسبيسمنت عن بعض، لا شيلها ورجع الديسبيت سيجمنت. بمعنى اللي عاوز اقوله، لو السنه اللي حضرتك هتشيلها هتبوظ الكسر، لا الكسر اول هو يتصاب. يعني تفكير الاول في الكسر مش في السنه. تمام؟ الكسر موجود جنب بعض، مجرد ان انا حركت الجيل بلاش نقعد نشيل السنه ونقعد نعافر في الفراكشر سيجمنت ونقعد نعمل ديسبيسمنت في السيجمنتس دي. لكن لو السيجمنت اساسا ديسبيس شيل التوس من مكانها واعمل فيكسيشن. في الحاله الاولانيه التوس موجوده والسيجمنتس كويسه وانا ركبت البريد، سيب العيان يهيل خالص. بعد شهر من اللي هي اللي حصل والفراكشر سيجمنت خلاص الحمد لله والشكر لله حصل فيهم فيه هيلينج، ابتدي اعمل اكستراكشن للانتاكتد. وصلت؟ بعرف ازاي طيب لو هي هي الفراكشر هاي ماشي فيه، دي اول حاجه. ثاني حاجه هتصور سي بي سي تي او عدد العيانين بيبقوا عندهم كسر، ما بيبقاش ده بس الكسر اللي عندهم، هو عندهم كسور ثانيه كتير. فبيجي لك العيان اوريدي مصور سي تي، تمام؟ في سي تي انت بتبقى الكاتس كلها موجوده، عارف السنه دي معديه في الفراكشر سيجمنت ولا لا. اي سؤال؟ اي سؤال عشان بعد كده اسال حسن. ايزوليتد ماكسيلري تروس، لما بتبقى تروس ايزوليتد ودي هتشوفها كتير قوي في العياده. بيشنت خلع اسنان كتيره واتبقت الابر ثيرد موجود، الابر ثيرد مولر موجود. بتحصل حاجه من الاثنين، يا كميه بون ديبوزيشن تتكون كتير قوي على الابر ايد لدرجه ان احنا يبقى شكله دوم شيب كده من كتر البون اللي متكون عليه. في الحاله دي الريزيستنس عاليه قوي عشان اخلع التوس، او يتكون حاجه ثاني يحصل نيوميتايزيشن للماكسيلري ساينس زي ما احنا شايفين كده. تمام؟ يعني ايه نيوميتايزيشن للماكسيلري ساينس؟ بتكبر في السايز بتاعها، مظبوط كده؟ لحد ما الماكسيلري ساينس واصله هنا تقريبا للكراست بتاع الريدج. طب ده معناه ايه؟ معناه ان احنا بنخلع التوس دي سهل جدا ان يحصل فراكشر في الايه؟ في الماكسيلا، لانها بقت ضعيفه قوي، بقت كلها هواء. تمام؟ فعلشان اتلافى حاجه زي كده ممكن افتح ترانس البر اكستراكشن. بيجي لنا بعض البيشنتس عاوزين يعملوا كليرنس لثلاثه مثلا لور تيس، اربعه لور تيس. لما بنيجي نعمل الاكستراكشن زي ما احنا شايفين كده هو بيبقى ده شكل الديفكت بعدين. طيب الديفكت ده العيان بعد ما يحصل له هيلينج تتصوروا ان هو هيركب البروتيزس هتبقى البروتيزس كويسه؟ ده كل ده اندر كات، صح؟ يبقى هنا المفروض اعمل ترانس ابر اكستراكشن او اعمل عمليه تصلح لي السوفت تيشو والبون بعد ما عملت اكستراكشن للتيت دي. سيستميك ديزيز، في بعض السيستميك ديزيز مش عارفه سمعت عن فاجيت ديزيز ولا لا؟ ايه هو فاجيت ديزيز؟ اللارج في السكالب. كانوا بيعرفوا لنا في الباثولوجي في القصر العيني يقول لك ايه؟ العين اللي جايه لك من البلد وكل شويه يشتكي ان الطاقيه بتضيق عليه. تمام؟ ليه؟ علشان بيحصل ان السكال عماله تجرو. طب وايه كمان؟ نتيجه الجراس في السكال الفرامينا اللي موجوده اللي بيخرج منها الكرينيال نيرفز موجوده في السكال بيحصل لها ناروينج. فالعيان عمال بيشتكي من سيفير بين وكل ساينز اسوشيتد بالكرينيال نيرفز دي. بس عنده حاجه كمان اسوشيتد بفاجيت ديزيز. جنرالايز هايبر سيمنتوزس اوف ذا روتس. تمام؟ اسنان كتيره جدا هلاقي فيها هايبر سيمنتوزس. في الحاله دي ما ادخلش انا بقى واعمل بطل وابتدي اقلع في الاسنان دي عشان كلها هتتكسر معايا. السيستميك ديزيز الثاني اسمه كليدو كرينيال ديسبلاجيا. سمعنا برضو عنه؟ العيان اللي ما عندوش الابيتنز اللي هو بيقدر في صوره كده مش عارفه كان دايما بيحطها لنا في الباثولوجي بيقرب الشولدرز قوي لبعض.
ان لما اجي اخلع اعمل ترانس ابلر اكسبانشن. شايفين الروت هنا موجود؟ لو انا مش مصوره سي بي سي تي وعلى بس البانوراما كده انا اقول ان الروت ده موجود جوه في الانفيريور ابلر كانال، وممكن يبقى فعلا يدخل في الانفيريور ابلر كانال. راح البيشنت لاي دكتور خلعه التوس، استنى الريميننج روت، حاول يجيب الريميننج روت بكذا طريقه. الابلكيشن بتاعت الاليفيتور اللي هو عملها كان غلط، نتج عن كده ان هو بدل ما يطلع الروت ده زقه جوه في الانفيريور انجلر كانال. نفس الكيس ممكن تحصل في الابر وتتزق التوس دي في الماكسيلري ساينس. التوس اللي موجوده في الانفيريور انجلر كانال او التوس اللي موجوده في الماكسيلري ساينس او التوس اللي موجوده في البيزل كافيتي حاضر اجيبها بالكلوز اكستراكشن، لازم برضو افتح عشان اخرج التوس دي من جوه. الريميننج روت ده صحيح ما دخلش في الانفيريور انجلر كانال، بس ايه اللي حصل هنا؟ اتساب لفتره طويله، ابتدى يحصل كومبليت بون فورميشن حوالين الروت ده. هل الروت ده انا اقدر اجيبه او حتى الروت ده اقدر اجيبه بفورسبس؟ حتى ما اقدرش اجيبه بالبيت، السوكت كله مقفول، البون كله مقفول. هنا لازم افتح السوفت تيشو ولازم اشيل بون علشان اقدر اجيب الروت ده من جوه. اتفضل. لو هو اصلا مش افتح ليه واشيل ليه واسيبه. تمام. هتدخلني هنا في نقطه، امتى اسيب الابيكال 1 ثيرد؟ بس احنا بنتكلم على الابيكال 1 ثيرد بس مش على نص التوس. امتى اسيب الابيكال 1 ثيرد وما ادخلش بس هبلغ العيان ان انا سايبه الابيكال 1 ثيرد عنده؟ وامتى لازم اتدخل عشان اشيل الابيكال 1 ثيرد؟ اقترحات. ممكن نرفع ايدينا ونجاوب علشان اللي بيتكلم اعرف مين اللي بيتكلم. ها. لو في مثلا انفكشن او ده اصلا بيتساب مثلا تيجي كارديتس او حاجه زي كده يبقى لازم لو كان عندي انفكشن يعني التوس اللي جايه دي كان فيها دنتو الجر اكسس من قبل كده هو لازم لما اخلع التوس لازم اشيل الريميننج روت اللي موجود، ما اسيبش حاجه فيها انفكشن. يبقى ده هنا الدكتوره مع ان احنا هنشيل الابيكال مانتر. كويس، ايه كمان؟ ملهاش علاقه، هو خلاص هنا اتكسر فما بقاش في اندو مظبوط ولا اندو مش مظبوط. هيستنى وانس ان انت كسرت التوس الداتا بيرك بيحصل لها شرينكج من فوق وشرينكج من تحت. اديك اثبات على كده السنان اللي موجوده في السيست لو عملناها كروت كانال تريتمنت. تمام، واضطر اعمل حاجه اسمها ريتروجريد فيلينج، يعني افتح واعمل كات للابكس بتاعت التوس واحط امالجام. ليه؟ علشان الجاتا بيرفا بيحصل لها شرينكج فبتدي فرصه للبكتيريا انها تدخل في الروت كانال. فمش انت بس بالنيكد اي شايف ان الروت كانال مقفول بالجاتا بيرفا، ده مش برهان ان البكتيريا مش هتدخل. اوكي؟ ها احنا لسه مع اللي هيشيل التوس. لو هتعمل الامبلانت بعد كده مظبوط تمام. طيب لحد ما تعمل الامبلانت ده هتسيب؟ لو في نفس الفيزيت يبقى انت هتشيله علشان تعمل الامبلانت. طيب هنا الدكتور قال هنشيل وحضرتك برضه قلت هنشيل، مفيش حد خالص اداني انا هسيبه ليه؟ عشان ما يحصلش الدريستنج هو اللي مش هو اللي هيمنعك. الدريفتنج علشان يتمنع الكراونز هي اللي ماسكه في بعض فوق علشان الميديا دريفتنج، الكراونز هي اللي بتمنع لكن الروتس ده بعاد عن بعض وكل واحد في الساكت بتاعه فمش هو اللي هيسوق السنان بعاد عن بعض. ها لو هو بقى له فتره يا دكتور، لو هو بقى له فتره، لو هو بقى له فتره مثلا ومش عامل اي مشاكل والبيشنت بقى له فتره مش عامل اي مشاكل فانت هتسيبه. بصوا يا جماعه هنسيبه صح وهيتشال صح، بس ايه كونديشن اللي هيتشال فيها وايه كونديشن اللي الروت هيتساب فيها؟ لو الروت ده مش عامل اي انفكشن انا بسيبه. تمام، بسيبه علشان ما عنديش مشكله ان هو يتساب، مفيش انفكشن جاي منه. تمام، البيشنت هنا مش ميديكلي كومبرومايز، بالعكس ده انا احسن ان اسيبه ما اشيلوش. بس انا بتكلم على لو الكلام ده على الروت بحاله. ليه؟ علشان كمان هو بيحافظ على الالبلر بون. لو انا بعمل اكستراكشن، بعد ما بعمل اكستراكشن على طول بيحصل ريزوربشن للالبلر بون. العيان ده معهوش فلوس النهارده ان هو يركب امبلانت، بس احتمال بعد سنه نركب امبلانت. في السنه دي احسن ان اسيب له ريمينينج بوت موجود مكانه علشان الهايد بتاعت الابلر بون يستنى موجود، وبعد سنه اعمل اكستراكشن واركب الامبلانت. لكن لو العيان ده كان مكسور الابيكال 1 ثيرد وهو دايابيتك بيشنت، او العيان ده مكسور له الابيكال 1 ثيرد وهو بيشنت عنده رايح يعمل كيمو ثيرابي او رايح يعمل راديو ثيرابي، اوكي؟ او كان في انفكشن، في الحالات دي لازم الريميننج يوروت يتشال. كمان حاجه مشهوره وهتشوفوها كتير جدا، العيانين اللي بيعملوا عمليات في عينيهم، تمام؟ اللي هي حاجات الاوبثالميك سيرجريز.
يعني هيبوظ له العمليه بتاعت الرمد اللي هو هيعملها. ولذلك بتيجي كده لما بتبقى كليه ومعاها كده برده مستشفى زي القصر العيني عندنا، بتلاقي كده النرس جايه والعيان جاي ومعاه فايل كده كبير ويقول لك ده احنا عاوزين نعمل سكاننج للاورال كافيتي كلها عشان نشوف اذا كان في ريمينينج جروب ولا لا، عشان العيان ده هيعمل اوفثالميك سيرجري. تمام؟ يبقى لازم يشيل كل نيدس اوف انفكشن اللي موجوده. لو البيشنت مش دايابيتيك بيشنت وانا ما عنديش انفكشن، وانا مش هعمل امبلانت، وانا مش هعمل اوفثالميك سيرجري، تمام؟ والعيان مش هيعمل لا كيمو ولا راديو ثيرابي، ممكن تسيب الريمينينج. اوكي؟ وصلت؟ مش عشان لا، هو البين بيجي ازاي؟ انتوا مدخلوني حتى تاني في موضوعنا النهارده. البين بيجي ازاي؟ اي ابسس بيجي لك بيه العيان، اول ستيج بتاعته اسمها ايرلي اكيوت ستيج. في الايرلي اكيوت ستيج عنده وجع رهيب، وعنده كلمه مشهوره جدا دايما يقول لك ايه، انا حاسس ان السنه دي عاليه عن مكانها. ده معناه ايه؟ معناه ان في انفكشن بس انكلوزد بوني كافيتي. نتيجة الانفكشن اللي موجود في البوني كافيتي دي عمال بيضغط على النيرف فايبرز فبيسبب البين. أول ما الدنيا بتفتح، سواء إذا كان عندي مثلا ديكي كبير أو أنت فتحت إندو أو حصل فيسترا أو ساينس فورميشن وابتدى القص ده يخرج، العين بيستريح بيدخل في الكرونيك ستيج. الريميننج روت يعتبر كرونيك ستيج. الكرونيك ما بيوجعش، الأكيوت هو اللي بيوجع. تمام؟ نرجع تاني بقى لكلامنا، ان لو الدوس عندي انكلوز البوني كافيتي زي ما احنا شايفين كده، يبقى لازم اعمل ترانس ألبر اكستراكشن عشان اشيل كميه البون دي علشان اقدر اجيب روت واعمل له اكستراكشن. لو عندي سيست او عندي تيومر نيوبلازم، تمام، والتيومر او نيوبلازم زي ما احنا شايفين هنا ده يعتبر سيست وريليتد للبادي ديكايد او الريمينينج روتس دي، وهنا برضو عندي حاجه كده زي ما تكون مالتي لوكال وريليتد للريمينينج روت ده. تمام؟ انا اوريدي هفتح سيرجري عشان اشيل الليجن اللي موجود اصلا. تمام؟ الليجن ده عمره ما هيتشال كده لوحده بالكيوريتاج من جوه السكر ده، انا لازم هفتح وابص على الليجن واشوف الباوندرز بتاعته واشيله كله. طب من باب اولى بقى، ما انا فتحت خلاص السيرجري، بما ان انا فتحت جراحه هشيل الليجن، كمان اشيل الريميننج روتس ده، ما فيش داعي ان انا اقعد احاول فيهم نقوس. يبقى تاني احنا دلوقتي كنا بناخد النقطه اللي كنا بنتكلم عليها هي ايه؟ الانديكيشن بتاعت الترانس ابلر سيرجري. بعض الكونديشنز كده ان انا لما اشوفها اقول لك لا هنا لازم هفتح سيرجري، بلاش احاول بكورس. نعيدهم مع بعض كده تاني بس انتوا اللي هتقولوه. يلا رقم واحد لارج فيلينج، تمام، برافو. اثنين لا عاوز حد يدفع ايده عشان ايه اعرف اقول له ايه، بلاش الهمهمه. روت كانال تريتمنت، بس روت كانال تريتمنت والبيشنت ما عملش عليه كراون. تمام؟ ايه كمان؟ التوس عند الفراكشر لاين، التوس عند الفراكشر لاين، التوس موجودة عند الفراكشر لاين، لو هي عاملة ديسبيسمنت الفراكشر لاين أنا هشيلها. تمام؟ إيه كمان؟ في لارج ريستوريشن زميلة قلب، لو في بريباريشن للتوس والتوس دي الكمية بتاعة الكرون بتاعها قليل، الهاي بتاعها قليل، هيحصل سليبج للفورسبس، بلاش تاخد هنا في ترانس قبل الاكستراكشن. لو في لو في هايبرسيمنتوزس او دايلاسيريشن، ها الجروب ده لو سمحتوا شايف فاشل ديزيز والديزيز الثاني السيستم اللي اتكلمنا عنه هو ايه كمان؟ نيكروزس فالف نتيجه اندونتيك تريتمنت، ايه كمان؟ الجروب ده يشارك. لو الريمينينج جروب موجود وانكلوزد جوه بوني بون فورميشن، فانا عشان اجيبه لازم اعمل فاتس اندر سيرج، برافو. ايه كمان؟ لو الكليرنس في حالات الكليرنس عشان ما اسيبش اندر كات عشان البيج اوف هاند دايلاسريتد روت، ممتاز. حالات الانفكشن والسوبر نيمري كيس، ها استنى بس قول قول فرصتك كنت هتبتدي تيأس قول ايزوليتد اور ايه، ايزوليتد اور ايه، ممتاز. ايه كمان؟ لو في ليجن سواء كانسيست او نيوبلاز، برافو عليك. ايه كمان؟ لو عامل بريباريشن للتيس، ايه رفع ايدك؟ رفع ايدك؟ لا كده لو قريبه من الانفيريو ادلر كانال او جوه ايه من الانفيريو ادلر كانال او الماكسيلوم ساينس او النيزل كافيتي، مظبوط. لو عامل بريباريشن للتيس، هو قالوها بس مش هكسبها خلاص. اوكي؟ اي سؤال؟ انديكيشن
بتاعت الريموفال او الانديكيشن بتاعت الترانس ابلر سيرجري تمام. الاثنين اللي ورا ما كانش فيه اي مشاكل منكم الجزء اللي هشرحه ده هسالكم فيه اتفقنا. نيجي بقى للبروسيس بتاع الترانس ابلر سيرجري يعني ايه؟ يعني الخطوات بتاعت العمليه اللي احنا هنمشي عليها. الخطوات دي الحقيقه خطوات ثابته في اي سيرجري هتتعمل سواء اخذتوها في رابعه او اخذتوها في خمسه او ربنا سهل وحضرتوا ماستر في الجراحه. الخطوات دي خطوات ثابته لاي سيرجري المفروض نعملها. بتبدا بالكلينيكال اكزامينشن يليها بعد كده الانديوجرافيك اكزامينشن بعد كده الاكسس تو ذا تير ريدكشن اوف ذا ريزيستنس سواء كانت الريزيستنس دي من البون او الريزيستنس دي من التوث ريموفال من التوث ستراكشر ديبريدمنت اوف ذا سيرجيكال فيلد وكلوجر بوست اكتف فولو اب. هناخد خطوه خطوه على مدار المحاضره دي ان شاء الله والمحاضره الثانيه باذن الله تعالى اللي هي جايه بعديها هنغطي كل ستاب من دول فيها ايه. اول حاجه العيان جاي لي هعمل له فين الاكزامينشن. طيب انا هبص على ايه فوق؟ هنبص على بالظبط اول حاجه اذا كانت الدوز دي اصلا انديكيتف لترانس البر اكستراكشن ولا لا. ايه كمان؟ ميديكال كونديشن براف هاخد منه هيستوري. ايه كمان؟ ده عادي يا جماعه ده كلينيكال ايفالويشن ما فيهاش اي فخ ولا حاجه عادي اكيد اخدتوها. الكلينيكال ايفالويشن بتعملوها لاي عيان جاي عندكم بتعملوا ايه؟ بتسالوه ايه؟ بتشوفوا الماوس اوبننج قد ايه؟ بنشوف الماوس اوبننج ها؟ لو كانت ليميتد ماوس اوبننج هينفع اشتغل؟ هينفع ادخل كل الادوات بتاعت الجراحه دي بتاعتي؟ ولا الاول اشوف هو سبب الليميتيشن الماوس اوبننج ده ايه وعارفه وبعد كده العيان يجي لي صح؟ انفلاميشن فالبين جروب ده جيت اشتغل ولقيت فيه سيفير انفلاميشن. يعني ايه سيفير انفلاميشن؟ يعني اول ما ابتدي اشتغل باي الليميتر باي حاجه هيحصل سيفير بليدنج. يبقى لازم الانفلاميشن ده اعالجه. عاوز تقول ايه؟ لو عنده مشكله في التي ام جي مثلا. ممتاز. لو عنده مشكله في التي ام جي والبروسيدجر بتاعتي هتاخد وقت طويل تمام. يبقى لازم اشوف ايه المشكله اللي موجوده عنده. بعد ما عملت كلينيكال اكزامينشن ثاني خطوه هنعمل راديوجرافيك اكزامينشن. وفي الراديوجرافيك اكزامينشن انا عندي تو فيوز او تو ابروتشز هعملهم. يا اما هصور انترا اورا اكسري يا اما اكسترا اورا اكسري. انترا اورا اكسري اكسري ولا بريزنتري تعتبر مثلا مثال منهم او الاوكلوزن تمام. كل دول يعتبروا انتروبيك اكسيت. او ممكن اصور بانوراما او ممكن اصور سي بي سي تي صح. او ممكن اصور كمان لاترال اوبليك. ايه المعلومات اللي انا هاخدها من انترا اورا راديوجرافس وايه المعلومات اللي انا هاخدها من اكسترا اورا راديوجرافس؟ ها انترا اورا نبتدي بيها اكيد بصيتوا برايفيكال اكس راي قبل كده. ايه المعلومات اللي انتوا اخدتوها منها؟ البون هايت الموجود حوالين التوس الروت شيب. ممتاز. اول حاجه ده انا داخل اقلع يبقى لازم اشوف شكل الروتس عاملين ازاي. ايه كمان؟ الروت كراون ريشيو كويس. ايه كمان؟ البريدونشن اللي موجود اذا كان في وايدنج للبريدونشن ممبرين سبيس ولا لا؟ انفكشن ما ده اللي كنا لسه بنقوله. برافو عليك. اذا كان عندي وايدنج للبريدونشن ممبرين سبيس هيبقى عندي انفكشن. لو في باثولوجي في جرانيلوما او في حاجه موجوده برضه هعرفها من البريبيكال اكس راي تمام. طيب الاكسترا اورال اكس راي تمام. في الاكسترا اورال اكس راي الفيو بتاعي بيكبر شويه ما بقاش فوكسنج على التوس ببقى فوكسنج على الحاجات اللي موجوده جنب التوس. هي ايه الحاجات اللي موجوده جنب التوس؟ حاجتين. اول حاجه بشوف الكواليتي بتاعت البون الترافيكوليشن بتاعت البون. البون هنا كويس الترافيكوليشن كويسه ولا البيشن ده مثلا ممكن ميل فوق 40 سنة عندها سكلروزس أو عندها حتى ريزومشن للبون اوستيوبروزس تمام. كلمة على لساني مش هقولها. أو عندها اوستيوبروزس تمام. أو في ليجن أيا كان العيان ده مثلا عنده كدني ديزيز. الكدني ديزيز بتعمل حاجة في البون اسمها سمعتوا عنها ولا لا في الميديسن؟ أنتوا أخدتوا سيستميك ديزيز في الميديسن صح؟ طيب الكدني ديزيز بتعمل حاجة في البون بتأثر على الباراثيرويد جلاند وبتعمل حاجه في البون اسمها براون نودز اوف هايبر باراثايرويدزم تمام. براون نودز اوف هايبر باراثايرويدزم يعني انا عندي ريزوربشن موجود في البون في شكل نوديولز كده اهو. ده معناه ايه؟ معناه ولا ولا بقلع تمام ممكن يحصل فراكشر في البون. اللي عاوزين نقوله ان الاكسترا اورال اكس راي اكسترا اورال اكس راي بتديني المنظر بتاع البون مش بس المنظر بتاع الجون بتديني حاجه كمان مهمه. ده سبايس النيلي لا
خليني اظبط الكلمه دي شويه ساينتفك شويه ابروكسيميشن تو فايتال تيشوز تمام. مش لازم اقول في اللور، انا ممكن اقول في الاخر. انا عندي فايتال تيشوز في اللور فعلا اللي هي الانتيريور اجيو بتنال، وعندي فايتال تيشوز موجوده في الاخر اللي ماكسيلري ساينس ونيزل كانتي. عاوز اشوف قد ايه التوس او الروت اللي انا هحلقهم دول قريبين من الماكسيلري ساينس او قريبين من الانتيريور اجيو نيرف. الفيو اللي هتقول لي كده هي اي اكسترا اورال فيو. تمام؟ محدش يقول لي انا برفع الجنجو، الجنجو دي كلمه بتنسوها عندنا في السيرجري فولز.
احنا بنرفع ايه؟ بنرفع حاجه اسمها ميوكو بري اوستيوم. يعني ايه ميوكو بري اوستيوم؟ يعني الجنب اللي حضراتكم تقصدوها دي بلس الاندر لاين بري اوستيوم اللي موجود تحتها، دول تو لايرز مع بعض بيتحركوا مع بعض. يبقى بنحرك ايه او بنرفع ايه؟ بنرفع ميوكو بري اوستيوم، تمام؟ يبقى حتى الانسمنت اللي بيرفع الميوكو بري اوستيوم ده اسمه ميوكو بري اوستيوم اليفيتور، مفيش حاجه اسمها جنجر. الدكتور الجراح لو مش شاطر ودخل على العمليه وابتدى يرفع وقعد يعمل سبليتنج للجنجر بعيد عن البري اوستيوم، العيان ده مش هيجي لك تاني لانه هيتوجع وجع فظيع بعد الاوبريشن، تمام؟ يبقى تاني بقول الميكوزا مع البري اوستيوم هما الاثنين بيترفعوا كحاجه واحده، واللاير دي كلها على بعضها اسمها ميوكو بري اوستيوم. يبقى الاكسس تو ذا فيلد عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين نرفع الميوكو بري اوستيال تيشوز. متفقين كده؟ هو الفلاب، الفلاب يعني سوفت تيشو اللي احنا هنرفعه شكله عامل ازاي؟ وانا ماسكه نشره هشتغل بيه ازاي؟ كل الحاجات دي اسمها ريكوايرمنتس بتاعت الميكو بي اوستيال فلاب. وسعها قد ايه؟ من فين لفين؟ اللاينز اللي انا هقطعهم اسمهم ايه؟ تمام؟ اول حاجه الانسيجن لاين اللي احنا بنعمله يبقى 1 كلين كات. يعني ايه؟ يعني انا ماسكه المشرط في ايدي، ضربه المشرط اللي انا هعملها دي خبطه واحده، ما افضلش رايحه جايه كده زي ما انتم بتقطعوا ساندوتش، زي ما بنقطع العيش، ما ينفعش. هي مره واحده بس، اللانسيت شارب انف بحيث لما تحطه على النيكو بري اوستيوم وتنزل هيقطعها. طب ليه ما بفضلش رايحه جايه؟ علشان ما فيش مره انا هروح فيها وحاجه هبقى في نفس اللاين بريسايزلي، تمام؟ وده معناه ايه؟ معناه ان الباوندرز بتاعي الكات بتاعتي هتبقى راجل، هتبقى مشرشره، ولو هي راجل ومشرشره هيبقى فيري كول هيلينج هيطلع منها، تمام؟ يبقى تاني الكات بتاعتي 1 كلين كات داون تو ذا بون. يعني ايه داون تو ذا بون؟ يعني وانا شغاله وعامله الكات بتاعتي دايسه على البون، في ريزيستنس تحت ايدي، مش طايره في الهواء وبرسم خط، تمام؟ دايسه على البون كده وباخد الكات بتاعتي، يبقى 1 كلين كات داون تو ذا بون. الحاجه الثانيه فول مش بوش. يعني ما ينفعش لو انا شغاله في الاوفر ابقى من تحت لفوق. ما انا لو اشتغلت كده من تحت لفوق هاجي على الحته بتاعت الالجر ميكوزا وهلاقيها عماله بتلعب تحت ايدي. دي حاجه مش ادمنت الاندر لاين بون، تمام؟ يبقى 1 فول يعني لو انا بشتغل في الاوفر باديه من فوق لتحت علشان احكم الدايركشن بتاع ايدي واحكم الكات في الالجر ميكوزا. الحاجه الثانيه افويد انجري للنيرفس وبسل. يعني ايه؟ هي مين الاجزاء اللي انا ما ينفعش اجي عندها بالمشرط، ما ينفعش اجي عندها باللانس. ها في ثلاث حاجات في الاورال كافيتي ما ينفعش اجي واقطعهم. واحد اللينجوال نيرف، احنا عندنا في البعض الاستراكشر اسمها ايه؟ اسمها لينجوال نيرف، تمام؟ يبقى ما ينفعش اجي واقطع لينجوال نيرف. لينجوال نيرف ده بيعمل سبلاي لايه؟ صح؟ يبقى العيان انا قطعت له لينجوال نيرف هيشتكي من ايه؟ هشتكي من نمنس في التنك. يبقى ما ينفعش اجيب مشرط واقطع فيه في اللينجوال تيشوز. متفقين؟ مفيش اي كات هاخدها في اللينجوال تيشوز. ايه كمان؟ عارفين المنتال نيرف؟ مكانه فين؟ ما بين الفوق والفايف او تحت الفايف. اللي خارج منه المنتال فورم اللي خارج منه المنتال نيرف. المنتال نيرف ده سبلاين ايه؟ اللور بتوين التشن. طب لو انا قطعت المنتال نيرف العين هيشتكي من ايه؟ في اللور ليج، تمام؟ وحضرتك الحقيقه ماسك مشرط بتقطع بيه عينك قاطع كل الباندر. يعني البوسيبيليتي ان يرجع تاني سنسيشن العيان ده تعتبر نال، تعتبر زيرو، تمام؟ لان حضرتك ماسك مشرط ومش بس عملت لاسريشن في الباندر، ده انت قاطع الباندر بحالها، فاصل النرجع عن بعض، قاطع الكرامب نفسه.
2 دي بنسميها البري جنبال مارجن او الابيكس اوف ذا بلان. متفقين كده؟ الرول بتقول البيز اوف ذا فلاج يكون اعرض من الابيكس اوف ذا فلاج. البيز بتاعت الفلاج يكون اعرض من الابيكس اوف ذا فلاج. ليه؟ عشان بلاد سبلاي جايه عندي من البيز. تمام؟ فما ينفعش اروح عوجة الفلاج واخلي الابيكس او ده كبير والبيز صغير. يبقى الرول الثانيه لازم يكون البيز بتاع الفلاج اكبر من الابيكس او اكبر من الفري جنجر مارجن. وصلت؟ حد مع ماركر طيب؟ سوري سوري طيب نتيجة كده هيحصل ايه؟ هيحصل الزونز. والتاني.
تمام. انا عندي البيز هيكون صغير عن الابكس. البلاد سبلاي اللي نازل كده من النقطه دي بتغذي النقطه دي ومن النقطه دي الاطراف دي ما جالهاش بلاد سبلاي. ليه؟ هو النكروزس معناها ان الحته دي هتموت وتلاقي العين مطلعها. اوكي فهمنا؟ مش هيحصل لها ريجنريشن. وصلت؟ احنا دلوقتي كنا بنتكلم على الريكويرمنتس بتاعه الاي دي ال بلان. تمام. الريكويرمنتس اللي احنا دلوقتي بناخدها هنطبقها في كل بلان كل شكل هناخد ده الشكل الوحيد اللي موجود عندي. انا بقول ايه الرولز علشان اقطع بلان في السوفت تيشو؟ لازم اول حاجه اللي احنا اتكلمنا عليها وايتنينج كارب وبعد عن الباتر انستراكشن. اثنين لازم يكون البيز بتاع البلان اكبر من الايبكس. ثلاثه الويبس بقى بتاع البلان. ما ينفعش اعمل فلاب صغير، ما ينفعش اعمل اكسس تو فيلد صغير، لازم الاكسس تو فيلد يكون اكبر من التفكك نفسه اللي موجود. زي ما احنا شايفين هنا انا عندي هنا هو زي بانلوما او سيستا انا فتحاها. الاكستنشن بتاع الفلاب بتاعتي لازم تكون اكبر منه اول اراوند، يعني مبين البون من فوق ساوند بون، باين من فوق ومن تحتيه وميديال وديستال. ليه؟ علشان الحاجات بقى في الاخر السوفت تشو دي تقفل على الديفكت. لو كان الديفكت ده كبير والفلاب بتاعتي صغيره الفلاب تقع بقى في الديفكت مش هيحصل هيلينج. فلازم الباوندز بتاعت الديفكت بتاعتي بتاعت الفلاب تكون اكبر من الديفكت اللي موجود. في بعض الاحيان بنقول وان توز بيوند الديفكت، يعني انا حتى هنا لو انا ده اوبوزنج ليه الليفل انا هاخد الكناين معايا في الفلاب وهاخد السنترال كمان في الفلاب، يبقى او بفتح الفلاب بتاعتي وان توز بيوند الديفكت اللي موجود. الميكو قياسي البيت لما يجي يرفع الجنجمال مارجن يبقى في نفس الاتجاه بتاع الجنجمال مارجن، ما احطش الميكو قياسي الاليفيتور او الانسمنت اللي احنا بنرفع بيها او بنعمل ريفلكشن بيها ما احطهاش بربنديكولار على التيشوز عشان هتقطع التيشوز. احنا اتفقنا في الاول انا الهدف بتاعي اعمل ايه؟ ارفع الميكو قياسي كل 1 يونت مع بعضها علشان ما يحصلش راجل وما بتتفصلش الميكوزا عن القياسي. عشان اعمل الحكايه دي لازم يكون الانسمنت اللي برفع فيها في اتجاه الجنجبال مارجن. الانسيجن اللي احنا بناخده اللي هو رقم 3 ل 4 او الانسيجن اللي احنا عملناه من رقم 1 ل 2 ده بنسميه اوبليك انسيجنز. اوبليك انسيجنز في بعض الكتب هتلاقوها لها اسم تاني ريلاكسنج انسيجن او سيمي فيرتيكال انسيجن. الثلاث اسماء دول لحاجه واحده بس اللي هو الانسيجن بتاع رقم 3 ل 4 او من 1 ل 2. يبقى الانسيجن ده لما اعمله بقول انا عامله انسيجن اسمه ايه؟ اوبليك انسيجن او ريلاكسنج انسيجن او صحصحوا معايا. تاني الانسيجن ده له ثلاث اسماء، واحد اوبليك انسيجن، اثنين ريلاكسنج انسيجن، ثلاثه سيمي فيرتيكال انسيجن. ومن اثنين لثلاثه او الانسيجن ده اسمه جنجفال انسيجن. يبقى الدم اللي عندي دي فيها كام انسيجن؟ فيها كام انسيجن لاين؟ ثلاثه اثنين اوبليك واحد جنجفال. رقم ثلاثه دي محطوط على الباسيلا. تمام؟ الرول بتاعت الكلاب بتقول هنا انا مش واخده البابيلا معايا في الكلاب، صح؟ انا رافعه الكلاب اهو وسايبه البابيلا موجود، نفس الكلام هنا. الرول بتقول ما تقطعش البابيلا، خدها معاك في الكلاب ماشي، هتسيبها ماشي. هنا احنا سايبينها، انا ممكن اعمل القطع اوسعها مني واروح واخده البابيلا دي معايا في الكلاب. حقي. تمام؟ يبقى تاخد البابيلا معاك، صح؟ ما تاخدش البابيلا، صح؟ براحتك بس ما تقطعش في البابيلا نفسها. ليه ما اقطعش في البابيلا نفسها؟ عشان البابيلا ده المكان اللي انا في الاخر هعمل سوترنج فيه وهقيط. ما تقطعهوش، لو انت قطعته مش هتعرف تقيط. طيب تكنيكلي بقى احسن اخد البابيلا معايا ولا مش احسن؟ الشغل بيقول احسن خد البابيلا معايا. بتبقى عامل ماسترنج للفلاب بتاعتك وعارف تقفلها كويس، بس لو ما اخدتهاش مش غلط، الغلط ان اقطع فيها هي نفسها. اتفقنا؟ التيشوز لما ترجع تاني لازم ترجع شكلها زي ما كانت قبل السيرجري، ما ينفعش ارجع حته كده شمال وحته يمين، نفس المنظر اللي كان موجود قبل السيرجري مطالبه ان انا ارجعه تاني بعد السيرجري. في بعض الاحيان فاكرين العيان ده طب هنا انا مش عارفه ارجع المنظر صح زي قبل السيرجري، تمام؟ لان هنا كان في كيس وكان في لاب تيشوز. طيب لو انا رحت ماسكه التيشوز دي وقرباهم بقى من بعض ورحت مخلطاهم العيان هنا هيجرى له ايه؟ انا سمعت حاجه صح، ها هيحصل له فلابي تيشوز. مش ده في عندي هنا اكسس
ما احنا ممكن نعملها من الاول. تمام، هنعمل ايه؟ حاجه اعمل كل الاكسس تيشوز ده اعمل له تريننج بغض النظر على الادوات اللي انتم شايفينها. حاجه هناخدها لينك لكل اسمها الفكره ان انا عاوز اقلل التيشوز دي اعملها كلها تريننج علشان لما اجي اعمل لها ابروكسيميشن تاني لبعضها ما يبقاش عندي تيشوز زياده وما تبقاش لاجي. يبقى العيان ده هيعمل جراحه واحده بس، في الخطوه اللي هو عمل فيها اكستراكشن هعمل فيها تريننج للتيشوز، هعمل فيها سوتري، يروح بعد كده شهر ويروح يعمل الكوتيرز بتاعته. نراجع بقى الحاجات اللي احنا قلناها في صور مختلفه. تمام، احنا دلوقتي كنا بنعمل ايه؟ بناخد الايتم اللي نعمله اللي يخليني لما ارفع السوفتشز دي كلها على بعض مره واحده. السوفتشز اسمها ايه؟ يكون برافو عليك. هنا عندي نرف موجود هنا، ينفع الكب بتاعتي تيجي كده؟ ينفع الانسجن لاين بتاعي اعمل كده ولا احسن يبقى اعمل كده ان انا اخد الانسجن لاين بتاعي بعيد واروح نازله بيه؟ تمام، البيزل ده بتاعك اتكلمنا عليه. شرط مهم جدا البيزل ده يكون اكبر من كان في دكتوره هنا سالت ممكن نعملهم قد بعض او ممكن نعملهم قد بعض، بس الاحسن هديك تيست سايد وتبقى متاكد ده اكبر من ده. ساعه الواحد يبقى ماسك المشرط ساعات بتتزحلق من ايده مني، ما تاخدش في الهزر ده. طب ايه المشكله لما اكبر ده عن ده؟ فاللي بيقول ان احنا نعملهم قد بعض الصف بس تكنيكلي خلينا احسن يبقى البيز بتاعت الفلاج اكبر من ايكس او اكبر من 3 جنسر مارجن عشان نمنتين بروبر بلاد سبلاي. هنا الاكستنشن بتاعت الفلاج بتاعتي ينفع الاكستنشن ده؟ بصوا ده ازاي لما اجي ارد بعد كده السفتش دي واقفلها ممكن مطرح الاكستراكشن ده السفتش دي تقع فيه، تقع في الدفاف ده، فيبقى احسن عندي ان انا اخد وان توس بيوند ليجن. الليجن هنا او التوس اوف انترست اللي هنشتغل بيها هي التوس دي، يبقى اخد سنه قبلها وسنه بعدها واعمل الكليف كاتس بتوعي. اوكي؟ ما تضيقش الباب على نفسك، ما تضيقش الدنيا على نفسك، خليها واسعه شويه. نفس الكلام ما ضيقش الدنيا هنا، لو انا هقلع التوس دي ما ضيقش الباب بتاعتي كده، احسن ان انا اعمل لها اكستنشن واخد كمان البايب معايا. البابيلا اللي احنا كنا بنتكلم عليها تمام، ما ينفعش اقطع فيها بالمنظر ده، ما ينفعش اقطع فيها كده. البابيلا المفروض انها كلها تتاخد معايا زي ما احنا شايفين هنا، سابها تماما تمام، مفيش مشكله، بس الخط ده غلط والخط ده غلط لان الاثنين يعتبروا ان انا اقطع في الدنتال بابيلا. تمام، ابعد عنها اوكي، او اعمل الفليك انسيجن ده ممكن ناخده هنا بحيث ان احنا واخدين البابيلا دي معانا، لكن ما نقطعش ابدا في السابستنس اوف دنتال بابيلا. الخط الثاني دوت في النص، الخط الثاني دوت في النص ده؟ لا الصورة العلمية ده؟ الصورة العلمية هو الخطين دول هما الدرجات بتاعتهم. تمام، الخط الاسود ده بقى ايه المشكلة؟ قطع في السنة نفسها هتقيد هنا ازاي وانت فوق التوس؟ ده هنا اهو الفكرة الماتيريال لما نيجي ناخد فكرة اذا الخط مو كلها دي النقطة اللي احنا هنقول فيها كتير. كل اللي انت اخذتها كده يبقى انت جيت بتاعتك هتبقى هنا مش هتعرف تشد الترس، هتلاقي الترس بتاعك معدي على السلم وده غلط. دكتور معلش اتفضل. يا رب اشتري غلط ايه؟ هو ده هو ده هو ده هو ده لسه ده نفس الكلام اللي بقوله. الابره اللي احنا هنقيد بيها انا بدخل فيها في النقطه دي تمام؟ بدخل بيها علشان اخيط الميوكو الفلاب في مكانها تاني. الخط اللي احنا عملناه هنا الابره دي هتدخل هنا تمام؟ وهتدخل هتيجي هتخبط في الدوس اول حاجه مش هتعرف تعدي، ولو عديت رفعت شويه وعديت هتلاقي الخط ده المفروض السوفت تيشو ده بخيطه فين؟ في السوفت تيشو الموجود في الناحيه الثانيه في الفلك تمام؟ هتلاقي الخيط معدي لك هنا، وده غلط ان الخيط يعدي على الخيط بتاعك شاطر نفسه. صح الخط ده يجي من اول هنا لهنا، لكن الخط ده تبقى الفيلا دي كلها انا اقطع فيها كلها معاك، او ما اخدهاش يبقى الخط ده موجود. ليه؟ مش صعب قوي. طب الباقيين كملها انا هرسمها لك في اكتر من خط واحد، الباقيين كملها. لا بقى حد دلوقتي احنا اتكلمنا النقطه اللي احنا عمالين نتكلم عليها خلط ما فهمنا
فيها للفلابس. الفلابس الحقيقه كثيره وكل شكل بيبقى ريليتد للكيس اللي هعمله. يعني انا هشيل الريماني دول لها شكل، او انا هعمل انفكشن له شكل، تمام؟ او انا هعمل هشيل تورس بلاتينس لها شكل، او هشيل تورس مانديبيلاريس لها شكل. كل حاجه بعملها لها شكل للفلابس. لو بصينا مثلا الشكل ده اللي موجود هنا في الابر جو شايفين الفلاب اللي انا عاملاها علشان افتح على التورس بلاتنس دي، هو الشكل ده، تمام؟ الشكل ده اسمه ايه؟ اسمه دبل واي شيب فلاب. دبل واي شيب عشان هما اثنين واي عكس بعض كده، دبل واي شيب. الحقيقه الشكل بتاع الفلاب ده ما بيتعملش غير في حالات التورس بلاتنس بس، تمام؟ ولذلك انسوها تماما. وانا مش عاوزه الفلاب دي، انا عاوزه نتعلم ثلاث انواع من الفلاب سهل ان احنا نطبقهم في كذا حاجه. مش عاوزه اخد سبيسيفيك فلابس، يعني فلاب تنفع للكونديشن دي. انت هتجي لك كام تورس بلاتنس عشان تعملها، تمام؟ ولو حتى جات لك تورس بلاتنس يبقى احسن انت تبعت لك جراح يعملها لو انت مش السبيشاليتي بتاعتك الجراح. بس احنا عاوزين نتعلم كذا نوع فلاب، لو اتكسرت منه ده احنا لازم نعملها، تمام؟ واكشلي هتشوفوها، هتشوفوا الامتياز. يعني دي ما تعتبرش ميجر سيرجري. كل اللي احنا بنتكلم عليه في السنه الرابعه ان شاء الله هي ماينور سيرجري. يعني ايه ماينور سيرجري؟ يعني واحد هتحتاج لوكال انستيزيا عشان نعملها بيها، ورقم اثنين انتوا تعرفوا، تمام؟ لما هتدخلوا في خمسه هتاخدوا الميجر سيرجري، السيرجري بتاعت المكسره، والسيرجري بتاعت انفرومانديلر جوينت، او السيرجري بتاعت الاورام والنيوبلازم والكلام ده، دي تعتبر ميجر، تمام؟ دي لازم السبيشالتي بتاعتكم تكون جراحه. لكن اللي احنا بنتكلم عليه عاوزين ناخد ثلاث اشكال وفلاب. اي حد فينا لو واجه مشكله وعاوز يفتح لها سيست صغير، عيان جاله بسيست صغير او عيان جاله بجرانيلوما، انتوا تعرفوا تعملوا الحاجات دي. الفلابس ثلاث حاجات، يا اما جينجر فلاب، يا بيرميدال فلاب، يا سيميليونر فلاب. تاني جينجر او بيرميدال او سيميليونر. وتحت البيرميدال فلاب في نوعين، نوع اسمه 2 انسجن لاين و 3 انسجن لاين. خلينا ناخد اول حاجه البيرميدال علشان دي الاساسيه، يعني دي اللي هتسهلك الدنيا كلها، دي اللي هتقدر تطبقها في كذا حته، تمام؟ وزي ما اتفقنا تحتيها نوعين، نوع اسمه 2 انسجن لاين ونوع اسمه 3 انسجن لاين. ال 2 انسجن لاينز مين هم؟ فاكرين الاوبيك انسجن اللي احنا اتكلمنا عنه؟ ده الاوبيك انسجن، وواحد تاني جنتل انسجن. يبقى انا عندي هنا 2 انسجن هعملهم بالمشط. الاولاني اسمه اوبليك انسجن والثاني اسمه جنجبال انسجن. ادي الاوبليك وادي الجنجبال. الحقيقه الفلاب دي لما بتترفع هي الاسم الثاني بتاعها تراينجلر فلاب. تراينجلر فلاب عشان بتبقى شويه مديه شكل المثلث. الحقيقه الفلاب دي حلوه وكل حاجه، ولكن الفيزابيلتي بتاعتها قليله شويه. يعني انا الحته اللي ورا دي ما بقاش شايفه منها كويس. ولذلك الانديكيشن بتاعتها ان هي هتشيل الريمينينج روتس، هفتحها في حالات الريمينينج روتس، او ان انا مثلا عندي انفكشن مثلا او عندي ميزيلنس بس موجود في الانتيريور ريجن. ما بتفيدنيش قوي في البوستيريور ريجن. نتيجه ايه؟ نتيجه ان انا ما عنديش انسجن تاني هنا، دي هي كلها تو انسجنز، تمام؟ كويسه وكل حاجه بس المين انديكيشن بتاعها ريمينينج روت موجود في الانتيريور ريجن. زي ما احنا شايفين هنا اترفعت الميوكو بري اوستيوم، وادي الانسجن لاين الاولاني اللي هو اسمه اوبليك انسجن، وادي الانسجن لاين الثاني اللي هو اسمه جنجل انسجن المرفعنا، وده الكون. وزي ما احنا شايفين الفلاب بتاعتي فولفيلينج الريكويرمنتس، البيز عندي اكبر من الايبكس وان توس بيوند ليجن، والديفكت كله باين معايا، وهنا البابيلا كمان مش متاخده. اوكي؟ طيب لو انا عاوزه اعمل او عاوزه اعمل انفكشن وموجود في البوستيريور ريجن، فانا عاوزه الفيزيبيليتي بتاعت الفلاب تبين لي اكتر، توسع لي الدنيا اكتر عشان تبان. هنا بنعمل البيفيدال فلاب و3 انسيجن لاين. وال3 انسيجن لاين هم مين؟ هم اثنين اوبليك واحد جنجوال، اثنين اوبليك انسيجن واحد جنجوال انسيجن. يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها بيرميدال فلاب و3 انسيجن لاين. الميننج اي احسن بتاع ال2 انسيجن لاين ولا 3 انسيجن لاين؟ ال2 انسجن لاين. انت لما تعور واحد تعورتين احسن ما تعور ثلاث تعورات، صح؟ اما تديله ضربه بمشط ضربتين بالمشط احسن ما تديله ثلاث ضربات. يبقى لو الكونديشن بتاعتي الدنيا تمشي عندي بالبريميدال فلاب بال2 انسجن لاين، جو اون واعمل 2 انسجن لاين. لو لقيت ان الدنيا ضيقه والجزء اللي موجود ديستر انا مش عارفه اشتغل فيه،
نعمل فيه انسيجن بايت. طالما ان انا بعيد عن الفايتال استراكشر يعني انا من حق بعد ما بتحكم انسيجن لاين لقيت الدنيا ضيقه انا ممكن اخد قط لان هو عامل فيه انسيجن لاين بشرط ان انا بعيد عن اي حاجه اعمل لها ترو. طيب التو انسيجن لاين هو الانسيجن ده ميزيال ولا ديستال؟ يتعمل ميزيال ولا ديستال كديزاين بقى صح للبلان ميزيال ولا ايه ميزيال ميزير حسب السن هو ينفع ميزير ينفع ديستال بالظبط هو مفيش فيه اي مشكله تمام ينفع ميزير ينفع ديستال طالما ان انا هشوف لو انت الميزير هيبين لك احسن اوكي بس السيد الميزير انت كنت هتاخديه ده كان عند المنتال فورم هتعملي ايه بيها ديستال واعملي الكاب بتاعك ديستال عشان تبين لك خالص الفلاج بتاعك على المنتال فورم يبقى الانسيجن لاين هو الاوبتيك انسيجن لاين ده براحتي انا ممكن اعمله ميزيال للفلاب او الديستال بتاع الفلاب بس الكونديشن هنا هي اللي بتحكم لي وبطلع مع بعض خلاص. طيب يبقى عندي هنا هو ده فري انسيجن لاين بريميدال فلاب فري انسيجن لاين وهنا الفيزيبيليتي احلى فلاب ممكن نشوفها من البريميدال فلاب بفري انسيجن لاين. طيب يعني ايه احسن فلاب؟ يعني اقدر استخدمها في حاله الانفكشن؟ اه نقدر نستخدمها في حاله الانفكشن لابر اند ابر اند لور اند لور اند تنفع اتفقنا؟ ايه مزايا الكريمينال فلاج؟ اكبر ميزه ليها الفيزيبيليتي بتبين لي الدنيا واضحه جدا الديفكت كله شايفاه قدام عيني مفيش فيه اي مشكله تمام. لكن اكبر ديس ادفانتج بتاعها بصوا كده احنا هنا عملنا قطعنا ايه؟ قطعنا الفيدونشن بتاعت الاسنان دي كلها ولما اكشن جينا بعد كده عملنا سوترنج العيان بيقع في الفتره الاوليه بيشتكي من بوكس فاكرين الفوكس بتاعت الفاريوم هي عباره عن ايه الفوكس بتاعت الفاريوم هي جينجا او الزيفو في اوسيوم واسع شويه عن البون. طب وده اللي احنا عملناه ده احنا شلنا اساسا كل السوفت تشو يبقى العيان في الاول هيشتكي شويه من ديلايد هيلينج بس ما اقصدش ديلايد هيلينج بمعنى ان في انفكشن عندي او اي حاجه الديلايد هيلينج اللي احنا او الريتارد هيلينج اللي احنا ذاكرينه هنا معناه في الاول هيبقى في شويه فوكس كده موجوده مضايقاه تمام لحد ما يحصل طول اتاشمنت للميكروبيوستيوم تحت على البون اللي موجود وتبتدي البوكتس دي تقل ده اكبر ديس ادفانتج للبريفيدال فلاب. علشان الديس ادفانتج ده عملوا فلاب ثانيه اسمها سيمي ليونر فلاب وكلمه ليونر يعني ايه؟ هلال 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 بالظبط هلال هي بقى شبه الهلال يبقى سيمي ليونر يعني شكل الهلال كده تمام. طيب الفلاب دي فيها ايه؟ فيها جزء فيها كونفكس زي ما احنا شايفين وجزء الكونفكس ده هيكون فيسك الجنجيفال مارجن بس انا اكشلي بعيد عن الجنجيفال مارجن هنا ب 0.5 تقريبا سنتيمتر. شايفين شكل الفلاب عامل ازاي؟ وهي اخدت الكاب بتاعت اللانس الدوران كده اوكي وخليت الفري جنجيفال زي ما هي. فاكرين الديس ادفانتج بتاعت البريمينال فلاب ان انا رفعت السوفت تيشو ده فسببت الباكتس؟ لا دي الكلاب جايه علشان ابعد عن الحته دي خالص فالعيان ده مش هيبقى عنده اي نوع من الباكتس مش هيشتكي من باكتس خالص تمام. لكن في ديس ادفانتج ثانيه للكلاب دي شايفين حجمها قد ايه؟ صغيره جدا تمام صغيره جدا اللي تخلي الانديكيشن بتاعتها حاجه هبله. يعني ايه حاجه هبله؟ يعني ايبيكال وان ثيرد ريترو جريد فيلينج بتاع اندو حاجه زي كده لكن ما اقدرش اعملها علشان اشيل رود بحاله لان اكشن انا مش هبقى شايفه الجزء ده بتاع الرود اللي انا بشيله يبقى هي مجرد الانديكيشن بتاعتها شويه حاجات صغيره كده عاوز اعمل افيسكتومي. هل ده هينفع لي في السيرجري؟ والله لو انا داخله اعمل الحاجات دي الفلاب دي هتنفعني لكن لو داخله مثلا اعمل انفكشن مستحيل الفلاب دي تنفع ان انا اعمل فيها انفكشن تمام. حاجه ثانيه ديس ادفانتج بتاعت الفلاب دي ان هي عشان صغيره كده ساعات لو انا مش مصوره ستاندردايز ايبيكال اكس راي يعني الاكس راي بتاعتي حصل فيها اوفر الونجيشن او شفت في اي اتجاه انا ممكن اشوف الديفكت ده ما بقاش انا مسيطره عليه انا ممكن اشوف الديفكت ده مش في مكانه هنا هنا وفي الحاله دي اروح انا عامله كات وارفع الاقي الكات بتاعت الديفكت تحتيه على طول ما هي صغيره تمام. يبقى تاني الانديكيشن بتاعت الكلاب دي واحد في حالات الانديكيشن فوق معايا واحد في حالات الاثنين يكون صغير تمام او في ابيكال ماني جروب كده وثالث حاجه حالات الريتنو جلاند فيلينج عارفين يعني ايه ريتنو جلاند فيلينج؟ عادة حشو. لما بيعملوا اندو وساعات السنترال بيبقى فانل شيب كده من فوق مش عارفين يقفلوه تمام؟
هو حط الماستر كوم بتاعه وقفل كده بمجرد بس ان هو ماسك عليه، لكن في الجزء الايبكس ده او الايبيكال والفيرل بتاع التوس الكوم مش ماسك او الدنيا مهويه. فبيعمل ايه؟ يخلص هو الاندو بتاعه كويس ويجي عندي يقول لي انا عاوز اعمل ريتروجريد فيلينج. بفتح له فلاب زي اللي انتم شايفينها دي وبجيب البير واقطع الايبكس بتاعت التوس شويه اخليها فلاج، يعني اخليها تشابل كده تمام. وفي التشابل ده هو بيعمل فاكهه صغيره بالانفيرتد كون، راح مدخل بس الانفيرتد كون فيه، وبعد كده يحط امالجم عشان يقفل بيها الايبكس بتاعت التوس. يبقى هو ريتروجريد فيلينج معناه ان هو عاوز يعمل فيلينج للايبكس بتاعت الروت بس هو مش شايفها تمام. فهيجي لك في الجراحه عشان تفتح له الجزء ده عشان يشوفه وتعمل فيه ريتروجريد فيلينج. تمام. ثالث حاجه الجنبر فلاب. ما هي الا بريميدال فلاب من غير اوبليك انسيشنز خالص تمام. ما هي الا بريميدال فلاب من غير اوبليك انسيشنز. طب نتصور انا ايه اللي هيجبرني ان اعمل بريميدال فلاب من غير اي انسيشن من غير اوبليك انسيشنز؟ ها كلامك ها ايه اللي هيخليني اعمل فلاب زي ما احنا شايفين من غير اي ريلاكسنج سيجن؟ دي هتضايقني في الشغل؟ هتضايقني ولا مش هتضايقني؟ هتضايقني طبعا، دي ضيقه جدا تمام. طب ايه اللي يخليني ما اخدش اي اوبليك انسيجنز كده واشتغل بيها؟ بصوا يا جماعه في السيرجري لما يسالك انت ليه مش واخد انسيجن في المكان ده، دماغي على طول تروح اكيد عندي فايتال ستراكشر في المكان. انت ليه مش واخد انسيجن هنا؟ دماغك تروح تفكر هو اكيد في فايتال ستراكشر معدي في المكان هنا انا مش قادر اخد فيه القلب اللازم تمام. يبقى الفلاب دي انا هعملها فين؟ لو مثلا بنعمل اكستراكشن او ريموفل لامباكتد كلام، والكلام ده موجود في البلاتال سايد تمام. هل في البلاتال سايد احنا قلنا في الريكوايرمنت بتاعت الفلاب لما كنا بنتكلم في الاول مش قلنا البلاتال سايد ده سايد ما بعملش فيه قلب اللازم؟ في الحاله دي هستخدم ايه؟ هستخدم الجنجبال فلاب تمام؟ لان انا مش قادره اعمل ريلاكسنج انسيجنز اوكي. بس علشان هي من غير ريلاكسنج انسيجن دول او علشان هي من غير اوبليك انسيجن دول، علشان اشوف الكناين ده محتاجه اوسع الكلاب قوي، يعني 1 توث بيوند الليجن مش هيكفيني. انا ساعات بعمل 2 تيث بيوند الليجن. اديكم اكزامبل اكتر عشان اوضح لكم. لو كان عندي يونيلاترال امباكتد كناين الاكستنشن بتاعت الكلاب بتاعتي بتكون من اللاترال بتاع الكاونتر لاترال سايد لحد السكس بتاع الاذر سايد. تاني لو انا بعمل ريموفل يوني لاترال امباكتد كانال الاكستنشن بتاعت الفلاب بتبقى من اللاترال بتاع الناحيه الثانيه الكاونتر لاترال سايد للابر سكس بتاع نفس السايد. شايفين الاكستنشن بتاعت الفلاب عامله ازاي؟ طب لو كان باي لاترال امباكتد كانال بفتح من 6 لل 6 يعني عارف ايه من 6 لل 6 يعني كل الفلاب مرفوع قدامه تمام؟ ده عشان ايه؟ ده علشان ما عنديش ريلاكسنج ديسيشن ضيقه. ولو انا ما عملتش كده هتكون النتيجه ان انا هعمل تير وكات في الاجزاء دي، ما انا عماله بشتغل وعماله اعمل ريتراكشن جامد كده عشان اقدر اشوف هتتقطع مني تمام. ولو حاجه اتقطعت الكات دي من غير ما يكون الكات دي انا عاملاها بلانس ما بتبقاش كلين كات، ولو هي مش كلين كات مش هيحصل الهيلينج خالص. ده اللي احنا كنا بنقول عليه شايفين هنا اهو ده امباكت الكراين وادي 6 وادي 6 لحد الناحيه الثانيه وعماله بفتح عشان اعمل اكسبوجر للكراين ده وادي الكراين. شايفين كل دي الاكسبشن بتاع الفلاب. طيب انا هحتاج الفلاب دي في ايه؟ لو انا عاوز اوصل لحاجه سرفايكل، لو انا عاوز اشيل اي حاجه سرفايكل في التوس هستخدم الفلاب دي. او في حاجات ثانيه يمكن هتاخدوها بعد كده اسمها ادلوبلاستي، ان احنا بنظبط شكل الريش بنستخدم شكل الفلاب اللي هي الجنجر فلاب، والاسم الثاني للجنجر فلاب اندلو فلاب. اندلو فلاب اوكي. قبل ما ادخل على العمليتين اللي احنا بنشتغل بيها عاوزين نرجع تاني للفلاب. يبقى احنا لحد دلوقتي اخدنا كام نوع من الفلاب؟ ثلاثه. واحد اثنين ثلاثه. الجروب ده هيكلمني على سيمينولر فلاب، الجروب ده عشان كبير هيكلمني عن بريمينال فلاب ونوعينه تو انسيجن لاين وثري انسيجن لاين، والجروب اللي هناك هيتكلم على الجنجر فلاب. اوكي؟ نبتدي بالجروب بقى اللي هو البريمينال فلاب. الجروبين اللي على الاطراف لو عندهم اسئله في البريمينال فلاب هيسالوه للجروب اللي فوق، وانتوا لكم الحق انكم تختاروا اي حاجه من الجروب.
عايز اسال طب اي حد سالك لما هم ما حدش طوبع فيهم ان هو صحابه الشكل ده اسمه رقم 11 الاشكال دي
او اللانسيت رقم 11 زي ما احنا شايفين في تيب كده بوز كده عامل بوز تمام. رقم 11 استخدامه حاجه واحده بس ستاب انسيجنز. عارفين يعني ايه كلمه ستاب انسيجن؟ يعني طعم تمام. انت حضرتك حاطط عن العيان كده هو في حالات الانسيجن والدرينج بتاع الاسس مش لو ما دفعش تمام. طيب هل عندي عيان جاي لي باسس كبير قوي كده ومليان كل الفص تمام وعاوزه افتحه عشان اخرج الفص اللي موجود جوه عشان اقلل كل الساين والسيمبتومز بتاعت الانفلاميشن اللي احنا شايفينها يبقى بعمل دي ستاب انسجن. يبقى الستاب انسجن هيتعمل بآني نوع لانسيت لانسيت رقم 11 خلاص كده. ده بس الاستخدام الوحيد للانسيت رقم 11. نشوف بقى رقم 12 وهنلاقي ايه الكاتنج سيرفيس موجوده جوه. دي الكاتنج سيرفيس اللي بتلمع شويه دي موجوده جوه يعني اكشن ما بيقطعش في الحته اللي بره دي شكله بالظبط. عارفين زمان في كتاب القراءه كده كان في الفلاح ومعه المنزل اللي مش عارفه يقصد فيه زي كده هو المنزل كان فيه كاتنج ايش او اللي منا شاطر قوي بيروح يشتري مثلا موز عارفين السكينه بتاع الراجل بتاع بياع الموز دي الكاتنج ايش بتاعها كده قطعها لك كده من جوه. طيب بما ان الكاتنج ايدج موجود من جوه مش من بره ليه اتعمل كده؟ اتعمل كده علشان استخدمه في الحتت الان اكسسبل. يعني انا اقدر استخدم المشرط ده في الحتت الان اكسسبل اثناء ان شاء الله الترم ده هتسمعوه مني مرتين تمام. الحتت الان اكسسبل دي هتسمعوها مني مرتين. المره الاولانيه وانا بقول لحضراتكم لما تيجوا تعملوا الاوبليك انسجن بتاع الريموفر بتاع انفكتد ابر ايد تمام. واكشولي الاوبليك انسجن ده لما نيجي ناخد الدرس بتاع الانفكشن هيكون موجود على ماكسيلاري براستي ما عنديش حته من باطن السايد اعمل فيها الاوبليك انسجن فبعمل الاوبليك انسجن على الماكسيلاري براستي نفسها تمام. علشان اعمل الكات دي على الماكسيلاري براستي بستخدم مشرط رقم 12. يبقى دي اول ان اكسسبل اريا نعملها ديستال انسجن او ديستال اوبليك انسجن اثناء الريموفل اوف امباكتد ابر ايه بعمله بلانسيت رقم 12. الحاله الثانيه احنا قلنا الكونديشن دي في الابر واحده ثانيه برضه زيها في اللور الامباكتد لور ايه. في بعض الاحيان بنلاقي زي السوفت تيشو كده طالع فوق الابر ايه سوري فوق اللور ايه وهو بيطلع هو بيقرا حته السوفت تيشو دي بتوجع العيان قوي. حته السوفت تيشو دي اسمها اوبركلم تمام. الاوبركلم دي لو السنه مش انفكتد يعني هو سوفت تيشو انفكشن يعني مجرد بس ان انا اشيل الاوبركلم السنه هتطلع في الاورال كافيتي مفيش داعي ان احنا نخلعها تمام. الريموفال بتاع الاوبركلم دي علشان هي ان اكسسبل ولازم اشيلها بالجزء الديستال بتاعها بيتم بمشرط رقم 12. يبقى مشرط رقم 12 استخدمناه تو انسجن مره في الامباكتد لور 8 ومره في الامباكتد ابر 8. في الابر 8 الديستال انسجن بتاعه وفي اللور 8 اثناء الريموفال بتاع الاوبركلم اللي كفرنج التوس من فوق. وضحت؟ ها؟ خلاص؟ عندك سؤال؟ 15 يونيفرسال تستخدمه في أي حتة في الأورال كافيتي يونيفرسال لانسي ملوش أي إنديكيشن الحتة اللي هتعرف تستخدمه بيها استخدمه مفيش مشكلة تماما ولذلك اللي فينا بيجهز عيادته المشرط اللي المفروض يكون موجود عنده هو 15 تمام. واللي هتلاقوه موجود في العيله اللي كانت عندكم في العمل ان شاء الله لما تروحوا العمل لا هتلاقوا 12 ولا هتلاقوا 11 ولا هتلاقوا 15 تمام. فايه؟ ف 15 يونيفرسال لانس ده اللي احنا هنشتغل فيه في اي حته. فاكرين لما كنا بنتكلم في الجروب في واحد شبهه 10 اكبر شويه اكبر ده اكسترا وول بس استخدامه لما باجي اعمل الانسجن بتاعي عاوز اعمل حاجه اكسترا وول في الميجر سيرجز بستخدم لانس رقم 10. يبقى لحد دلوقتي احنا اخذنا البورد بورد هاندل واخذنا اللانسيت واخذنا اربع ارقام لللانسيت. رقم 11 استخدمناه رقم 12 استخدمناه في الاكسسبل اريا ودينا مثالين للان اكسسبل اريا. رقم 15 استخدمناه يونيفرسال انترا اورال ورقم 10 استخدمناه يونيفرسال اكسترا اورال. كويس. يبقى لحد دلوقتي انا قطعت الفلاج بتاعتي مستنيه بعد كده بعد ما اقطعها المفروض اعمل ايه؟ ارفعها صح؟ يعني ايه ارفعها؟ يعني اعمل ريفليكشن ارفع الفلاب دي الانسمنت اللي بترفع عندي دي اسمها ميوكو بيوستيال اليفيتر. ما هي التيشو اللي احنا هنرفعها اسمها ايه؟ ميوكو بيوستيال. يبقى ده اسمه ميوكو بيوستيال اليفيتر.
الهيليفيتور الوحيد اللي هناخده اللي بيشتغل على السوفت ان شاء الله المره الجايه لما هنيجي نتكلم كل الهيليفيتورز اللي هنتكلم عليها تشتغل على جوه تمام. الوحيد اللي بيشتغل سوفت هو والفانكشن بتاعه الوحيد اللي بيشتغل على السوفت هو الميوكو في اوستيا الهيليفيتور والفانكشن بتاعه ريفلكشن الميوكو بري اوستيا. ريفلكشن يعني ايه؟ يعني ارفعها علشان اشوف البون اللي موجود تحت. يبقى لحد كده احنا خلصنا اول ثلاث اجزاء كلينيكال اكزامينشن راديوجرافيك اكزامينشن وكلمه اكسس تو سبير كنا نقصد بيها ايه؟ فلابس. كلمه اكسس تو سبير يعني بسالك سؤال واقول لك عندك مثلا انفكتد مثلا ابر ايه او ابر كلاين ووصلت للاكسس تو سبير اللي هي الابر كلاين ده اقصد ايه كلمه اكسس تو سبير؟ اشرح لي الفلاب اللي انت هتشتغلها اشرحها كلها اشرح الاكستنشن بتاعتها. لو قلت لك مثلا مين الجزء موجود في الكناين فهتقول لي ده انا ممكن اعمله بريميدال بلان وتو انسيجن لاين والتو انسيجن لاين دول ستارتنج من اللاترال واخد مثلا لحد الفور عشان وان دوز بيوند ليجن تمام. والادفانتج بتاعت الفلاب دي كذا والديس ادفانتج بتاعت الفلاب دي كذا ده تحت ايه؟ ده تحت كلمه اكسس تو ذا فيلد او اكسس تو ذا فيلد ازاي اوصل الفيلد بتاعي. اوكي النقطه الثانيه اللي هنبتديها بس مش هنخلصها واللي مش هنبتديها عشان كل الصوره زي ما يبقى النهارده يبقى النهارده اتكلمنا عن الانديكيشن بتاعت الترانس البر اكستراكشن. الترانس البر هي الاسم الثاني الاوبن اكستراكشن محتاجه احنا نستخرجه تمام. دي اول حاجه ابتدينا نتكلم عليها. النقطه الثانيه اللي اتكلمنا عليها الريكوايرز او الديزاين بتاعت شكل الكلاب عامل ازاي؟ تقريبا قلنا 10 او 9 نقط لشكل الكلاب المفروض يكون عامل ازاي؟ بعد كده ابتدينا نستعرض كل كلاب شكلها ايه؟ بنستخدمها امتى؟ والانسمنت اللي استخدمناها عشان نرفع الكلاب دي ونقدر